مكان الحارس الذي قبل البدء الحسم في الشوط الاول، واتحدث عن داركو ستانيتش المنتخب الجزائري بنيران صديقة، يمنح الافضليه ويعيد اسبقيه 3 أهداف للمنتخب الصربي. وما قام به البودرالي يبين ان التركيز ليس في افضل، وهذه التصويبه ايضا تؤكد ذلك، التركيز ليس في المستوى المطلوب بالنسبة للمنتخب الجزائري. وهذا واضح نافع، لأن المنتخب الجزائري ناقص عدد على مستوى الهجوم، كان المفروض أنه يمسك الكرة أكثر، يطول في الهجمة، يعطي فرصة للاعب السادس أنه يدخل، لأنه باقي 20 ثانية للمنتخب للاعب السادس أنه يدخل. ما تهمش الأهداف للمنتخب الجزائري قد ما تكون ناقص، لأنه راح تستقبل أهداف إذا ضيعت الكرة على مستوى الهجوم. المنتخب الصربي يلعب احسن لما تكون متفوق عدديا على المنتخب الجزائري، انه يمسك الكره اكثر، يبحث عن الاخطاء، ما يتسرعش في اخذ القرارات. وهذا مطلوب من لاعب طاهر لبان اللي هو لاعب الارتكاز، رائعه من بركوس، الآن 5 أهداف كاملة لهذا اللاعب من المنتخب السربي. طبعا بركوس حل قوي وناجع للمنتخب الجزائري، خروج دانيمير سوركوفيتش حيرة لهذا المنتخب السربي، نتمنى أن يستغل النقص العددي في صفوف المنتخب السربي الجزائر، نتمنى منتخب الخضر أن يتماسك وأن يركز في هذه الهجمة. وبالفعل رأي يلا فاست بريك، لماذا التفكير؟ التمرير وكول، هدف للمنتخب الجزائري، ممتاز العملية، زواوي صاحب الهدف، حمزة الزواوي لاعب الجناح الأيمن، ما زال في زيادة عددية المنتخب الجزائري، ربما سنكون على موعد مع منعرج هذه المباراة إذا ما تقطع الكرة بالنسبة للمنتخب الجزائري. ذكي عبد الرزاق حماد، ما كنا في حاجة ليك في الشوط الأول يا عبد الرزاق حماد. نعم نافع، المنتخب الجزائري يرجع فرق هدف واحد فقط على المنتخب السربي بعد ما كان متأخر ب5 أهداف، والمنتخب الجزائري دائما متفوق عددا على مستوى الدفاع، الدفاع الضاغط، الدفاع المشترك، تعاون دفاعي، لاعبين على لاعب واحد، عندما تكون متقدم عدديا استرجاع الكرة وتحويلها لهجمة مرتدة سريعة هو الحل الوحيد للمنتخب الجزائري لحد الآن. التنبيه باللاعب السلبي يا سيدي الحكم، طبعا حذاري حذاري، وممتاز ممتاز الملوك، التنبيه باللاعب السلبي المفروض ما يكونش وقت استرجاع الكرة. الفاست بريك، عبد الرزاق حماد مطمئن عليك في الفاست بريك، مطمئن عليك يا عبد الرزاق يا حماد، ولا اروع ولا اجمل، والله حرمنا منك الحكم في والاداري في الشوط الاول، عوض عوض يا عبد الرزاق حماد، عوض في الشوط الثاني، ممتاز الهدف ولا اروع، يعني اول هدف وشوف قيمه الفنيات وقيمه الخبره، الله عليك يا عبد الرزاق حماد. وأول تعادل، جميلة أول جميلة الكرة، أول تعادل نافع في الشوط الثاني للمنتخب الجزائري، ممكن أنه يرجع في النتيجة لأن المنتخب الجزائري ضاغط، يدافع بطريقة رائعة، شوف التمرير مرة ثانية، التمرير عليه حماد مرة ثانية، يلا يا حماد زيدني يا عبد الرزاق، بالفعل 19 هدف مقابل 18، عبد الرزاق حماد والمنتخب الجزائري من أجل الفرحة في الجزائر. الجماهير الأكيد اتبع البطولة بشغف كبير، عشق كبير للجماهير الجزائرية لكرة اليد في مختلف المدن، الجزائر العاصمة، عنابة، وهران، سطيف، وكل المدن بدون استثناء من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، فرصة لتدعيم الفارق لأخذ فارق الهدفين. تحدثنا عن كرة التعادل وعن الكرة التي اقترب منها حمد، قلنا منعرج المباراة،
وبالفعل الجزائر تعود للأسبقية بعد 5 دقائق أولى في المباراة، وهذا بواسطة الدفاع القوي اللي اعتمد له المنتخب الجزائري. بعد ما كان المنتخب السربي ناقص عددين على مستوى الهجوم، استغل المنتخب الجزائري جيدا هذا التفوق العددي. استرجع كورتين، استغلها جيدا اللاعب عبد الرزاق حمد بسرعته بفنياته بروحه القتالية، قدر أنه يعدل النتيجة ويأخذ الفارق المنتخب الجزائري 19 مقابل 18 قبل نهاية